انا عبد العظيم مؤمن من المغرب. المشروع ديالي كيتعلق بلو ديفلوبمون ديال لي تيست ديال بعض التحاليل الطبيه اللي كتحدد الهويه ديال بعض الامراض، الامراض السرطانيه والامراض لي مالادي انفيكسيوز بحال الهيباتيت سي. المشاركه ديالي غتمكنني تمكن الناس من انه يتعرفوا اكثر على المشروع اللي عندي اللي كنقدم، وغتمكنني نعرف حتى لي الانتقادات اللي بارابور هذا المشروع هذا اللي عندي، هذه اولا. وثانيا هذه الجائزه غتمكنني من واحد المساعده ماديه اللي غادي نقدر نبدا بها هذا المشروع بواحد السهوله ان شاء الله. متمكن من المشروع ديالي، متمكن من طريقه الالقاء، ومتمكن من وعندي الثقه الكامله في ان المشروع مهم بالنسبه لافريقيا.